مقابلة أمامنا فريق نعرفه الآن، يعني بكل صراحة فأظن هاي فتابعوا معنا ضيوف هاد فريق، ناخذوا المعطيات. فهذا فريق اجنبي جاي يحضر في الديربي بطبيعه الحال. انتم تتابعون معنا مباشره من الاشياء الجميله اللي الان هنا في الديربي. دائما يستقطب يعني متابعة جماهيرية كبيرة، ويستقطب ضيوف من مختلف الأنحاء منهم. الفريق اللي كتشوفوا أمامكم الآن، لا ما خلونا ندخل أخويا بالله. أدفع مرحبا. فهذا فريق يعني من هولندا، فريق هولندي جاء حاضر للديربي وكي يلتحقوا الآن بالديربي. فريق جاء شارك في طنجة واستغلوا المناسبة باش يحضروا لمقابلة الديربي العالمي. ففريق اللي بطبيعة الحال كما كتشوفوا الآن كيلتحقوا بالمدرجات. بالأطور ديالو الملعب باش مقام. فالفريق كان مشارك في دوري في طنجة وبعد ذلك التحقوا الآن. وبالنسبة لتصريح من أحد أعضاء الفريق ف من هولندا من الكلا جينا نلعبوا واحد الماتشات في طنجة ومع مغرب تطوانو داك الشيء كنلعبوا شي ماتشات وجينا نشوفوا شي حاجة. واخا شنو كتعرفوا على الديربي خويا؟ عارفين بلي بزاف الناس كيشوفوا فيه وكتعيش الكرة هنا زعما كتعيش الكرة وداك الشيء والناس كيتقاتلوا على الكرة هنا والراجل الوداد جوج بهم من كازابلانكا. كازابلانكا كبيرة الناس بزاف كيشوفوها الماتش في هولندا كيتبعوا شي ناس ماتش في التلفزيون شنو توقعك النتيجة؟ النتيجة لا ريزولتا تولي جوج لواحد شكون الوداد؟ إذا الوداد تبارك الله التوقع ديالكم بالنسبة للوداد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.